اسمي محمد زكي ناصر، أنا من حلب، من سوريا حلب. والله أنا عمري 42 سنة، مصلحتي بلاط يعني. أنا تصوت بالبيت يعني، بلغة عندي بالضيعة تصوت، هي شخصية تصوتني ببيتي يعني. عندي 10 أولاد، 5 بنات و5 صبيان. الكبير بنت كوثر، والأصغر يوسف. يوسف عمره تقريبا يا 3 سنين يا 4 سنين. والله بيتي أول ما تجوزت يعني عمرنا غرفتين ومطبخين، يعني غرفة ومطبخ وهي برندا. ووضع البيت مساحة حوشي 500 متر كان، يعني أرض ضيعة يعني ضيعة. والله أتذكر لما أشتغل أمام أولادي قدام أولادي وأجيب لهم أجيب هاللقمة الحلوة ولبسهم لبسة كويسة، هي أكون أسعد بحياتي. هلق ما بقت يعني، هلق صرت أعيش بحياتي، لأنه عيالي لوح علي جيب روح اشتغل، هلق صرت أتعشى. والله أنا جيت بعد عيالي دخلوا. والله نحن كنا بقريتنا تلعران، كان ضرب شديد جدا، اكثر العالم طلعت، نحن طلعنا تقريبا اخر شيء يعني قبل ما يعني كان بيت يعني اخر شيء طلعنا، لان طلعنا على غير ضيعه. هيك صارت حق الجزء 25 ضل عندي، اعطيت لحرمتي وعيالي جم على كردستان. كنت اجي حط الصور على المخده هيك وابكي عليهم، اريد اشوف اولادي يعني. والله الحرب كانت بين هون جيش النظام وهون داعش وجيش الحرمة، وبعرفش كانوا كلهم يكدوا يضربوا بعض طب 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 طب، كانوا ينزلوا براميل طيارة، ينزلوا براميل صواريخ حرارية قنابل. نحن كانين نص الحرب، ما بنعرف عجب من وين جتني، أقول برقبتي ما بعرف. جيت على كردستان هون الصليب الأحمر قال لي بدك تقطعها سوقي إلى المدينة، وحين وصل إليها قال الأب والله أنا وصلت هالمرحلة، لا حسيتهم كلهم مو صرت ضعيف، انزليت قدامنا الأولاد وضعي كذا كذا كذا، قال طول بل إن شاء الله شهر تاي كذا، 3 أشهر طول بلا أكل. والله العظيم يعني صرنا بضعف. هلا صار يعطونا الشيكات تقريبا 140,000 يعني للأولاد، يعني صار يعني ما زيت وهالكذا وكذا يعطونا الأولاد، يأكلوا هالصبح هل 10 رغفان وخالصين. يدوروا أوقات إيش دوروا؟ والله يدوروا على خبز يابس بالحارات قسما بالله، ويسووا فتوش ويحطوا باللاية. والله أحلامي أكون متفق مع عيالي وأسعد مع عيالي وقدم لعيالي وعيالي يكونوا سعيدين مني، يعني على الحالة هاي ما يسعد حياتي ما يسعد. أحس نفسي وضاقت الدنيا بيا لمن نزحت وهاجرت، لمن هاجرت صابتني فقر وعلا وعيالي وما اقدر على هالأذية. أشوف الدنيا صعبت عليا، أشوف الدنيا صعبت عليا،